ده تعالي وقفي خليك تقيل. شو بدك تقول صغار لسه؟ ها؟ بدي انت ماشي مع المستر نون فهم؟ ماشي هلا بنروح عند الشيف بدنا نسحقه بدنا نمحيه فهمت؟ امرك شد راسك شد راسك فوق شد امشي يلا يلا تعال حاول امشي كبرت يلا ها امشي شو هل مسخرة؟ هي فعلا مسخرة بس هذا استاذ اسلوب جديد بالفيديو كليب لو شفت اليوم المطربة وهي عم بتغني والزقزق مثل السنون نعم احترقت الطبخة بس الحمد لله المطربة حية تقرصك حية تقرصك
الشنطة شو صار بالشنطة؟ حنلاقيها عم نلاقيها عم نلاقيها بالتقسيط بالتقسيط؟ استاذ شوف هي شغلة فظيعة يعني صار اليوم فظيع شوف هي ايدها للشنطة يعني نحن مسكنا راس الخيط وطالما راس الخيط بيدنا منلف الكبكوبة كلها الشباب لقوها بالعش تبع العنكبوت فاتوا لنص العش بس ما قدروا يكملوا كان في عتبة كتير هلا نحن بدي منك بس اسبوع مهلة وحتكون الشنطة بين ايديك والمصاري بين ايدينا مصاري ها؟ انت بتعرف قديش صارت مكلفتني الشنطة؟ مليون مليون والله مبلغ كبير شوف شوفوا لك انا عينتينك ببلبصها انا بمسحك مسح انت بتعرف اللوبيا بعرف انا بقطعك كل حبة فيك قد اللوبيا اي حبة طويلة اللوبيا الخرطة احسن صغيرة لا 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 البازيلا شفت البازيلا نعم المعكرونة نعم بساويك انت نعم تخنك قد حبة المعكرونة سباكيتي باجيتي بالبشاميل بالبشاميش انا بدي منك فرصة طالما لقينا الايد راح منلاقي الشنطة شوفوا لا نعم بتجيبوا الشنطة نعم وبتجيبوا فوقي 400,000 400,000 منين بدي اجيب لك اياهم يا حصى؟ نحن حقك كل ما معنا حطينا المصاري كلهم حق واعي عدتي اسمعوا لك قسما بالله بمحيك محل لا تحلف مصدقك مفهوم؟ مفهوم شنطة شنطة شنطتين حجب لك كيف بتحكي هيك مع الشيف؟ بيمون بيمون مسك منيح لك هذا جوزي كيف هيك بتعملوا فيه؟ دير بالك حبيبي لك شلون بتسمح لحالك تعملوا هيك بجوزي اه؟ رد عليه شلون؟ رهمان علي عم تفهم؟ فقدنا المطربة شيلوها شنطة شنطتين لا شنطة واحدة تبع المصاري شنطتين ما بصير ما بصير هالحكي هذا الشيف كبيرنا بصير ما معقول هذا الحكي بيمون بيمون ما بيصير يا شيف شو بيمون ضيقت لي خلي انت مين فكر حالك يا ابو عين وحده مين فكر حالك فهمني ولك انا بذبحك وبذبحها مش قلت لك بيبي جوان جوان شنطه قوم حبيبي قوم شوف أنا متضايق كتير
ومزعوج ومعصب وعندي حالة غضب وهياج، وما بتعرفني أنا غير شكل، أنا غير كل هالعالم اللي شفته هون. ورجاء لا تخليني أضطر أتصرف معك أي تصرف امسح كرامتك فيه. صدقوا هذا بيصيد الدبانة وهي طايرة، ضرب دبانة كسر لرجلة بالمسدس وحمليها. يا لطيف يا لطيف. لوك لوك، أنا الدبان الأزرق بخلي ما يعرف لك طريق رجاء. أوكي؟ عصبي بعرفه، وإيده قوية فصيل. تشو اسمك؟ أنا بتعجبني فيك سرعة بديهتك واحترامك للأشخاص اللي مثلي. تصبحوا على خير يا جماعة، تصبحوا على خير. انسحب بكرامته. انت الشيف؟ نعم. شوف، نعم، هلا بدي شنطة. انت عطيني مهلي اسبوع ولا نص دقيقة. هلا خمس ايام ولا دقيقة اعمل لك. ثلاث ايام هلا بدي شنطة، فهمت؟ مسكتني راس الخيط. بتجيبها ولا لا؟ هلا جاوبني. شباب تصرفوا. واحد يتيم هذا ابو بي يعمل ايه؟ تكسير كتير. ها اكتبي. بتهبطوا البيت، بتدمروا البيت. بدي الشنطة، فهمتوا؟ الروسي، الروسي، جيب الروسي. وين الروسي؟ بتجيب الروسي لهون. بتضل تقتله، بتضل تقتله ليقول وين الشنطة. أمرك وانت نهايتك قربت. على العافية يا شباب.